اسمك ايه بقى؟ طيب انت اللوحه اللي انت مشاركه فيها اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي دي صح؟ اه. طيب اللوحه دي انت رسمت فيها ايه بالظبط؟ الجميله والوحشه. الجميله والوحشه، اشمعنى اخترت دي من عالم ديزني؟ خليك بقى قصه مشوقه. طب ايه الفكره اللي انت رسمها في اللوحه؟ كل واحد ليه جزء معين من الحياه، هي ليها جزء معين هو ليه جزء معين. اه. طيب دي رسمها بايه بالظبط؟ ده ديجيتال. ها؟ ده ديجيتال. ديجيتال. اه. لا بس اللوحه جميله بصراحه. طب هي دلوقتي انت عامله نص الوحش ونص الجميله واللي هي في النص كامله. ايه المعنى اللي انت عايز تقوليه في اللوحه دي؟ كل واحد ليه جزء من حياته بس مش عارف يعني. هل مثلا قصدك برضه فكره ان في حاجات ممكن تكون، قصدك ان في حاجات ممكن تكون الانسان ما بيبينهاش قدام الناس؟ اه. انت مبسوطه ان انت في المعرض النهارده؟ انت خريجه ايه او بتدرسي ايه؟ فنون جميله. في سنه كام؟ دراسات حره. Thank you.